إنه الثامن من آب، ذكرى انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في الرابع من أيلول عام 1980 بقصف إيران المخافر والحقول النفطية العراقية وغلق مضيق هرمز في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في شط العرب والتنصل عن الوفاء بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين البلدين. رد العراق جاء بعد 18 يوماً بقصف القوات العراقية أهدافاً استراتيجية وعسكرية في العمق الإيراني. اتجهت العلاقات بين العراق والنظام الجديد في إيران نحو مزيد من التأزيم والتشنج منذ بداية وصول الخميني إلى سدة الحكم عام 1979 من خلال رده المتعالي على رسالة الحكومة العراقية المهنئة بنجاح ثورة الخميني، ثم حديث أركان النظام الجديد عن تصدير الثورة الإيرانية إلى دول المنطقة ومنها العراق، وأن طريق تحرير القدس يمر بكربلاء أولاً، وهو ما أثار مخاوف دول المنطقة من التوجهات والنوايا الإيرانية. رفضت إيران كل المبادرات العربية والإسلامية والقرارات الدولية القاضية بوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم وتأسيس علاقة حسن جوار جديدة بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الجارين، وأصر الخميني على مواصلة هذه الحرب حتى إسقاط النظام العراقي وتأسيس نظام طائفي على غرار نظام ولاية الفقيه. ولما اقتنع الخميني باستحالة بلوغه هذا الهدف بسبب الصمود العراقي والانكسارات العسكرية الكبيرة التي تعرضت لها القوات الإيرانية في جبهات القتال، اضطرت إيران متجرعة كأس السم وفق تعبير الخميني نفسه للقبول بالقرار الدولي بوقف إطلاق ذي الرقم 598 في الثامن من آب عام 1988، منهياً الأحلام الإيرانية بالتوسع والنفوذ في العراق وغيره. لكن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أنعش هذه الأحلام من جديد ومنح إيران الفرصة الذهبية للانتقام من العراق وشعبه عبر أدواتها من الميليشيات وفرق الموت الطائفية التي عاثت في العراق قتلاً واغتيالات وخطفاً، حيث قتلت هي وقوات الاحتلال نحو 2 مليون عراقي أو أكثر منذ العام 2003 وحتى اليوم. لكن ثورة تشرين التي تفجرت في تشرين أول الماضي كانت نقطة مفصلية أخرى في سياق المواجهة مع إيران، حيث هاجم ثوارها خامنئي وبقية رموز ولاية الفقيه وأدواتهم من الميليشيات وفرق الموت، وتم إحراق مقرات الأحزاب الموالية لإيران في بغداد وجنوبي العراق، هاتفين ضد التدخل الإيراني في العراق.